تحياتي، بنك أبو ظبي الإسلامي، وماذا نرى لهذا السهم الذي ما زال يتداول في وقف خسارة عنده مستويات ال 28 جنيه و80 قرش، وده بكل حال من الأحوال ما ينفعش يتكسر. طبعا احنا ما زلنا داخل موجة حافظة، عملنا منها واحد اتنين، ده كله كان ثلاثة صححنا بأربعة، وما زلنا بنستهدف الموجة الخامسة تطلع للحد العلوي للقناة ونضرب مستويات ال 61 كيلو بالنسبة لنا من طول الموجة الأولى وطول الموجة الثالثة وقاع الموجة الرابعة اللي احنا شايفين ان ده القاع، فما زلنا بنستهدف مستويات ال 51 ونص، ده بالنسبة لنا الهدف بالنسبة لنا القادم. طيب ممكن نروح لحد مستويات ال 38 كيلو، ولكن لا اعتقد، ولكن ممكن نشهد قطرية، وعلشان كده لازم نراقب الموضوع هنا بشكل كويس. ممكن اعمل قطرية، يعني اعمل واحد اتنين تلاتة تراجع تصحيح باربعة، واعمل موجة خمسة وبالنسبة لي يكون قطرية، واشوف موجة منقطعة وتغير في الاتجاه مرة أخرى وتصحيح ما قبل تكملة الاتجاه الصاعد، وده وارد جدا جدا جدا. علشان كده المفروض وقف الخسارة بكل شكل من الأشكال بتاعنا هيكون عند مستويات ال 28 جنيه و80 قرش، وما زلنا بنستهدف قمة جديدة. طيب القمة الجديدة بتاعتنا دي ممكن تيجي ازاي؟ لو احنا بنتكلم على القطرية هناخد طول الموجتين زي ما بنقول، وهنستهدف مستويات ال 61 فيبو، هنلاقي نفسنا رايحين لحد مستويات ال 45 جنيه، وده منطقة مهمة جدا جدا بالنسبة لنا، واحنا كنا راسمينها من زمان. المنطقة اللي عند مستويات ال 44 إلى مستويات ال 45 جنيه دي منطقة مهمة جدا جدا بالنسبة لنا. طيب خليني أنزل على فيلم الساعة وأشوف هل التصحيح بتاعي انتهى. لو احنا ملاحظين كان عندنا هبوط عنيف جدا جدا جدا، وحصل ردة فعل، وبعد كده حصل ضعف في الزخم البين، ده اللي ممكن يقول لنا إن احنا ممكن نشهد صعود، وده اللي هيأكد الصعود ونصحح فوق اخر موجه هبوط ما قبل البحث عن الهدف بالنسبه لنا. السهم فيه سيناريوهات كتيره قوي كمان، ان احنا ممكن ما نكونش بنعمل قطريه ونكون بنا شغالين في موجه ثالثه، عملنا منها واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، وهنا هنشوف صعود اكتر، ولكن السيناريو ده لازم يكون مبني على زياده في الزخم الشرائي في المناطق دي، نلاقي فوليوم بيزيد ونلاقي مؤشرات زي الماك دي والار اس اي بتزيد، وده اللي لسه ما نعرفش ولسه ما شفناهوش، ولكن ما زلت اتوقع ان السهم هيعمل لنا قمة إن شاء الله بالقرب من مستويات ال 44 لحد مستويات ال 45 جنيه، وبالتوفيق.